عايزين بقى نتكلم مع حضراتكم عن موضوع مهم جدا ودي علاقه بشكل مباشر ببيان النادي الاهلي. طبعا اي كلام هنقوله دلوقتي لحضراتكم هو مبني بالكامل على البيان، هي مش اراء شخصيه مننا. كشف النادي الاهلي كل الحقائق اللي بتؤكد على فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكيه ووفقا للوائح والقوانين في الوقت اللي قامت فيه وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه بتعليق اعتماد فوزه وطلب عرض امره على الجمعيه العموميه القادمه. طالب النادي الاهلي كل من وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه في خطابات رسميه النهارده بمبادله الاهلي الالتزام باللوائح والقوانين واعتماد فوز العامري فاروق نائبا لرئيس النادي بالتزكيه، وما يلي يوجز ما استند اليه النادي في موقفه الذي يتفق مع صحيح القانون. الجهه الاداريه اللي هي وزاره الشباب والرياضه هي التي تابعت وراجعت واعتمدت كل الاجراءات الخاصه بانعقاد الجمعيه العموميه من بدايتها الى نهايتها بتفويض صادر من اللجنه الاولمبيه المصريه، ولم تشر الى ثمه خطا ارتكبته اداره النادي في اي خطوه من الخطوات حتى اعلان النتيجه. الجهه الاداريه وزاره الشباب والرياضه هي التي اعتمدت اسماء المرشحين واوراق ترشحهم وكل قرارات مجلس الاداره الخاصه بالعمليه الانتخابيه وكل المكاتبات الخاصه بذلك موجوده في حوزه النادي الاهلي. وزاره الشباب والرياضه هي التي اعتمدت وختمت استماره التصويت ومدرج بها اسم السيد العمري فاروق المرشح الوحيد لمنصب نائب الرئيس ومدون امام اسمه بالاستماره خانتي موافق وغير موافق لاعتماد الفوز بالتزكيه. اليس هذا يمثل عرض امره رسميا على الجهه التي قامت بالتصويت عليه سواء بالموافقه او بعدم الموافقه؟ محضر مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية الذي قام بتوقيع عليه أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية المراقبة للانتخابات واللجنة الأولمبية والجهة الإدارية في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس الجمعية العمومية والموجود بحوزة النادي الأهلي، مدرج ضمن بنوده فوز السيد العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية والجهة الإدارية واللجنة الأولمبية تعلمان بذلك الأمر. هو موضوع غريب قوي يا كريم بصراحه، يعني حاجه عليها علامات استفهام كتيره، يمكن احنا اتكلمنا فيها امبارح وكل الناس بتتكلم فيها وكل البرامج الرياضيه والزملاء يعني الاعزاء بيتكلموا في هذا الموضوع وكلنا عندنا علامه استفهام. يعني احنا ما يجي نتكلم تاني الجهه الاداريه اللي هي وزاره الشباب والرياضه اللي وافقت اصلا على ادراج العمري فاروق في استماره التصويت المفروض برضو معتمده رسميا لعرض امره على الجمعيه العموميه، هنا بنتكلم بوصف المرشح الوحيد على منصب نائب الرئيس لاعتماده بقى او اعتماد فوزه بالتزكيه، ده حال حصول على نسبة التأييد طبعا المقررة في لائحة النظام الأساسي للنادي اللي هي كام؟ اللي هي 25% من عدد الحضور. جميل، طب هو نال كام؟ نال ما يزيد عن 94% من عدد أصوات الحضور. طب خير، طيب إيه اللي جاي بعد كده؟ طلب عرض أمره هنا على الجمعية العمومية مرة تانية. طب ليه؟ يعني أنا لما أجي أطلب عرضه مرة تانية على الجمعية العمومية، طب ليه؟ ما ده أصل أو في الأصل بيتنافى مع القوانين وبيتنافى مع اللوائح وكل الأعراف اللي إحنا نعرفها، يعني فكرة هنا النص الخاص بفوز المرشح بالتزكية في لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي هو بيتوافق بالكامل مع اللائحة الاسترشادية اللي كنا بنكلم حضراتكم فيها إمبارح واللي هي صادرة عن اللجنة الأولمبية المصرية، طيب في ذات النص المطابق في الصياغة اللي بنتكلم والموجودة برضو في لائحة النظام الأساسي لنادي الزهور ونادي هليوبلس اللي ذكرناهم برضو بالأمس وكمان على فكرة نادي سموحة بالأسكندرية ده كده برضو ده هنضيفه النهاردة. طب ايه القصة؟ ده في ضوءه تم اعتماد فوز عدد من المرشحين بالتزكية في الانتخابات اللي قلناها لحضراتكم اللي جرت الأسبوع الماضي بالأندية اللي احنا ذكرناها، ده دون هنا طلب عرض مرشحين سالفي الذكر على الجمعية العمومية مرة أخرى. طب احنا ليه بيتم الطلب معنا؟ خلينا برضو نقول لحضراتكم النادي الاهلي ونادي الظهور بيتبعان لجهه اداريه واحده هي مديريه الشباب والرياضه بالقاهره، فلائحه النظام الاساسي للنادي تتوافق مع فلسفه هنا بنتكلم على الميثاق الاولمبي واللي جاي فيه من اللائحه الاسترشاديه الصادره عن برضو اللجنه الاولمبيه المصريه واللي هي مفروض يعني تعلي من شان الجمعيه العموميه، هنا بنتكلم كسلطه مطلقه وعليا. فأمر غريب جدا واللي ظهر يعني جليا عند التصويت على منصب نائب الرئيس حصل العمري فاروق زي ما بقول لحضراتكم 94% من موافقه يعني من عدد الحضور، فبجد بجد احنا محتاجين نفهم يعني لو في حاجه فهمونا، يعني ده حصل قبل كده كتير، طب هو ليه بيحصل معانا؟ ولو بيحصل معانا ده وفقا لاي قانون؟ اي لائحه؟ فهي مش فاهمين. على كل الاحوال برضو يعني طبقا لبيان النادي الاهلي فالنادي الاهلي التزم بما جرى عليه العمل بكافه الانديه الممثله وبذات الاجراءات المعتمده جميعها من الجهه الاداريه وايضا من اللجنه الاولمبيه التي انتهت بعرض امر السيد العمري فاروق على الجمعيه العموميه من خلال استماره التصويت المعتمده رسميا من الجهه الاداريه وحصوله على نسبه 94% موافقه من عدد الحضور.
يعني اذا كانت الجهه الاداريه المفوضه من اللجنه الاولمبيه وهي الجهه المختصه ترى ان نجاح اي مرشح بالتزكيه هو عرضه على الجمعيه العموميه مرتين وهو امر غير موجود في كل اللوائح والقوانين والاعراف، لماذا لم يحدث ذلك في الانديه الاخرى التي اعتمدت فيها الجهه الاداريه واللجنه الاولمبيه فوز عدد من المرشحين بالتزكيه؟ ولماذا لم يتم اختيار اداره النادي بهذا البند الذي لم تسمع عنه من قبل عند اعتماد الجهه الاداريه لكشوف المرشحين على كل المناصب، وطبعا كان من بينهم مرشح وحيد لمنصب نائب الرئيس وهو السيد العمري فاروق؟ وكذلك لماذا وافقت على اعتماد وختم استماره التصويت ومدرج بها اسمه لاعتماد فوزه بالتزكيه؟ النادي الاهلي بذل اقصى ما لديه واتخذ كل الاجراءات القانونيه لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحه المرشح وليد الفيل وادراج اسمه ضمن المرشحين على منصب نائب الرئيس لايمانه وثقته في الجمعيه العموميه صاحبه الحق الاصيل في اختيار من يمثلها، لابعاد النادي عن ساحات المحاكم في الوقت الذي حرصت فيه اللجنه الاولمبيه والجهه الاداريه على الاستشكال ضد الحكم الصادر لصالح المترشح وليد الفيل، وكأن هناك حرصا على أن يكون مرشح منصب نائب الرئيس وحيدا. قيام اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية بتعليق منصب نائب الرئيس بالمخالفة للوائح والقوانين في قلعة رياضية بحجم النادي الأهلي تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن في ضرر كبير على النادي وعلى أعضائه وعلى فرقه الرياضية التي تدعم المنتخبات الوطنية في كل الرياضات المختلفة، بل ويعرض النادي إلى هزة عنيفة في الوقت الذي يدعم فيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقرار كل المؤسسات الوطنية. لو كان هناك مرشح وحيد في كل منصب من مناصب الرئيس والنائب وأمين الصندوق وبالتالي من المفروض فوزهم بالتزكية بعد حصول كل منهم على نسبة 25% تأييدا من عدد الحضور وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي، هل كانت الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية ستقوم بتعليق فوز المناصب الثلاثة للجمعية العمومية القادمة، أي يظل النادي بدون رئيس وبدون نائب وبدون أمين صندوق لمدة عام كامل؟ ومن يترأس النادي في هذا العام؟ ومن يكون له حق التوقيع على الشيكات بدلا من الرئيس وامين الصندوق؟ وما هو حجم الضرر الذي يقع على النادي جراء تطبيق ذلك بالمخالفه لكل اللوائح والقوانين؟ لو كان عدد المرشحين جاء مساويا لعدد مجلس الاداره المطلوبين في كل المناصب وبالتالي من المفترض نجاح المجلس بالكامل بالتزكيه بعد حصوله على نسبه 25% تاييدا وفقا للائحه النظام الاساسي للنادي، هل سيتم تعليق نتيجه انتخابات مجلس الاداره بالكامل للجمعيه العموميه القادمه ويظل النادي بدون مجلس إدارة لمدة سنة؟ هل هذا منطق؟ ومن يدير النادي؟ كل دي تساؤلات جاءت في بيان النادي الأهلي. يعني إحنا بقى هنقفل الملف ده لكن هنقفله دلوقتي، مش هنقفله عامه، هنقفله دلوقتي عشان عندنا أخبار تانية، بس إحنا فعلا منتظرين بعض الإجابات على التساؤلات اللي يمكن النادي الأهلي طرحها بشكل يعني مفصل في البيان بتاعه، واللي من حقه جدا إن هو يفهم ليه بيحصل كده معانا إحنا تحديدا. يعني النوادي التانية اللي ذكرناها لحضراتكم بالفعل كان عندهم انتخابات وبالفعل ما حصلش أي مشاكل والموضوع عدى يعني بكل سلاسة، لكن أنت لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي طب أنا ليه بيحصل معايا كده؟ وشغلي زي ما كريم كان بيتكلم، شغلي الفترة اللي جاية هيتم إزاي؟ دي فيها عرقلة للسير، فأعتقد إحنا محتاجين تفسير وتوضيح يعني في أقصى سرعة كمان.